سلام، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل ملاح. الفيديو تاعي يلقاكم بخير. اول حاجه حبيت نعيد عليكم صحه عيدكم وكل عام وانتم بالف خير، ينعاد علينا وعليكم بالصحه والعافيه. خبروني كيفاش فوتوا يامات العيد. ان شاء الله يا ربي تكونوا فوتوا نهار باهين مع عائلتكم مع احبابكم والناس اللي تحبوهم، وان شاء الله العقوبه العام الجاي يا ربي. حبيت تاني نشكركم على لي كومونتير تاعكم في لا ديرنيير فيديو تاعي، يعني كام التعليقات كانوا بوزيتيف. يعطيكم الصحه وميرسي بوكو. ان شاء الله كيما راكم تفرحوا لي وتطلعوا لي المورال، ان شاء الله ربي يفرحكم ويرزقكم اضعاف واش راكم متمنيين لي. فيديو اليوم جيت نبارطاجي معكم اجواء العيد كيفاش فوتو، حاجات هكا سامبل راح يكون خفيف ظريف. وباش ما نطولش عليكم صلوا على رسول عليه الصلاه والسلام ونبداو لا فيديو تاعنا. الفيديو تاع اليوم راح يكون شويه مخلط، صورت شويه من كلش، كيفاش فوت نهار العيد، واش لبست، الكاطو كيفاش جا بعد ما زينتو، شكون جا عندي، عاداتنا، بزاف امور. تبعوا معايا حتى الاخير، ان شاء الله يكون فيديو ممتع. واكيد راح نعطيكم نصيحه لكل بنت، وهذه النصيحه ردوا بالكم ليها مليح، خاصه العرايس والمقبلين على الزواج ردوا بالكم منها. بديت معكم بتكبيرات العيد، زينة العيد، تقدروا تقولوا ما رقدتش كامل وزيد نط بكري، مازال فيها ريت نتاع رمضان والسحور، نط نصلي ما رجعتش نرقد. كاين دي بارتي صورتهم قبل العيد وكاين اللي صورتهم ابري العيد. اذا حسيتوا الفيديو شويه مخلط عندكم الحق، لانه ما صورتوش في نهار واحد. هنا راح نبارطاجي معكم لاطابل تاع العيد وكيفاش شبحتها والكاطو واش حطيت. لبهات على طابل كامل في الماعن، ديري كاطو سامبل وتحطيه في الماعن، حطه يجي باهي كيما راكم تشوفوا. الماعن هادو كنت جبتهم في جهازي وكاينين اللي جاوني كوم دي كادو. البقلاوه ماما جاتها لي على بالها بيا نموت على البقلاوه. حنا في ميلا عندنا واحد العاده هكا كيشغل تشبه المهيبه، انه اهل العروسه يروحوا عندها اول عيد ليها في دار راجلها ويدوا لها كاطو فاكهه، يدوا لها كوزميتيك يكسيوها ولا يعطوها دراهم، وكل واحد حسب مقدوره ماشي شرط حاجه هكا سبيسيال. خبروني نتوما على العادات تاعكم هكا باش نعرفوا عادات بعضنا ونعرفوا عادات الولايات الاخرين. خبروني في التعليقات اذا عجبتكم. كما قلت لكم راني مركزه على التصوير، كاين دي بارتي صورتهم قبل العيد وركبتهم مع بعض، وكاين لي صورتهم قبل العيد وكاين لي صورتهم نهار العيد. كما نهار العيد ما قعدتش خلاص باش نصور لكم، صورت لكم شويه هكا برك. درك نعت لكم واش لبس نهار الاول تاع العيد. لبس هاد الروباستيل القفطان بلو نوي، بالك في الكاميرا تبان لكم بلو، بصح هي راهي بلو نوي، جايه مطروزه من فوق حتى لتحت. كون جبتها في جهازي وجامي لبستها هذه اول مره. فوالا هذه هي. كما
كما تعرفوني ما نحبش الذهب بزاف، بصح محت ما نحطو نهار العيد من اجل البريستيج. السلسلة هذه نهار زوجت ما حطيتهاش، نحطها جوست في المناسبات، هذا ما كان. لي بوكل هادو كنت بارطاجيتهم معاكم من قبل، جابوهم لي في مهيبة تاع العام اللي فات. لا فيديو ديجا مازالت فلاش، يعني تقدروا تروحوا تشوفوها. يعني سبحان الله ديجا فات عام وديجا راني زوجت وراني في دار العائله وكلش، يعني سبحان الله الوقت كيفاش يمشي. نسيت هادو نحطهم لتحت نلقاهم الفوق، تلمو يدي ضعاف. رمضان كامل ما درتش مكياج، كي درتو حسيت روحي تبدلت، حتى المورال على بالكم هكا وطلع. وهذا هو الاوتفيت تاع العيد، خبروني في التعليقات واش رايكم. بنادم اليوم يزور أهله، بنادم اليوم يزور أهله، بالفرح والهنا يكمل له، بالفرح والهنا يكمل له، يطلب ربنا يغفر له إلا هو يدوم، وعلى النبي الشفيع نصلوا في نهار اليوم. زينوا نهار اليوم عادتنا اول يوم عيد نديرو الغرايف، كنا نديرهم في دارنا، ودرك في دار حماتي ثاني يدير الغرايف. حماتي هنا هي اللي راهي دير فيهم، ربي يطول في عمرها. كل ما تشوفني نصور تحبس زعما باش تجي لا فوتو مليحه، ما على بلاش بلي راني ندير في فيديو. وهنا القيلولة الأسطورية، قلت كي شغل قطعوا لي راسي ما حسيت بوالو حتى لقيت العصر يأذن. خبروني نتوما ثاني إذا نهار العيد ترقدوا هذيك الرقدة اللي ما تحسوا بوالو، كي شغل رقدة أهل الكهف كما يقولوا لها. والعشية خرجنا باش نغفروا، رحنا عند خالت وعمة الزوج. على بالكم خرجنا من الدار سخانه تحت بأوت ولا جوا، رانا في الصيف. هبلتو مسكين الحاجه اللي نشوفها نحب ناكلها، تشهيت الماكله تاع برا 30 يوم ما كليناهاش. على بالكم الحاجه الصعيبه اللي واجهتها في العائله هي قضيه الاختلاط. واش يعني دار العائله كما تعرفوه هي ملجأ الكل، يعني صعيبه تحطي خمار كي يجيك واحد هكا غريب ولا خوتو الذكوره ويدخلوا فجاه، وصعيبه بزاف سيرتو العروسه جديده تحب تلبس وتعدل روحها وتبين زعما النظر تاعها. هنا لقيت اشكال انه تكون سخانه وانت في الكوزينه حتى تلقى انسان واقف عند الباب، فمهما تحاولي تحطي خمار
صعيبة يعني، لازم يكونوا هما ديجا على بالهم بالقوانين وانتي ديجا تمشي بهذو القوانين باش تقدروا تفهموا. والاشكال الثاني التسليم، الحاجه اللي نكرهها وما نحبهاش انا الدورجين، ما نحبش نسلم، خاصه هذيك التسليمه تاع النساء انا نسميها سكوتش، هذيك التسليمه اللي تبقى لاصقه فيك وتسلم ما عندها حتى معنى لحد اليوم، ما نعرفش وقتاش نحبس، زعما تعبر على الحب والشوق، فما بالك واحد ماشي من المحارم تاعي ومش محتمالية نسلم عليه، خاصه درك كي كبرنا وعرفت الحقيقه بكري والله لا كنت نسلم، خليه برك بصح درك لا لا. وعلى بالكم في بعض الحالات كاين اللي ما يعجبوش الحال كي ما تسلميش عليه، بصح لا يهمني نورمالمون يفرح قيمته وصنفته من فئه الرجال، فانتم ردوا بالكم النقطه هذه وما تستهينوش فيها، من نهار الاول ما تسلميش لا عمو لا خالو لا خوه، واللي ما عجبوش الحال يكبر وينسى. هنا نكون وصلنا لافان تاع لا فيديو، ان شاء الله ما كانش ثقيل عليكم وتكون لا فيديو عجبتكم، خلوا لي رايكم في التعليقات وخبروني واش حابين تزيدوا تشوفوا والمواضيع اللي حابين نتكلم فيها، وتهلاو لي في رواحكم وفي امان الله.